قناة ماريانا نحو فكر أفضل. تأخذنا الحياة بقسوتها وكأنها صحراء قاحلة وشمسها حارقة مليئة بالعقبات. أحيانا نبحث عن لمحة ظل تأوينا من ظلها، ولكن دائما هناك الأمل لو كان بعيدا عنا. فهناك الأمل الذي سيحرك فينا طاقة متجددة وابتسامة براقة. فالأحلام الكبيرة تبدأ ولو بقطرة ماء، ولكن حتى قطرة الماء إن لم تسعى إليها لن تأتي إليك. لا تعتقد أنك امتلأت ما وصلت له فتتفاجأ أنك لم تحافظ عليه. سيتلاشى أمام عينيك، هكذا هي الدنيا، تضعك على حافة الهاوية ولك الاختيار.